دلوقتي يا جماعة أحمد ناوي إن هو يخطب البنت اللي هو بيحبها، فإحنا حبينا نصور الفيديو ده عشان نعرف اللي هيحصل معاه وهيخطبها إزاي. فإحنا دلوقتي هنسمع إن هو يكلمها وهيفاجئها دلوقتي. الو، ازيك يا حمام؟ عامله ايه؟ الحمد لله والله. انت اخبارك ايه؟ ما فيش والله، شويه ظروف كده، وكان في موضوع كده كنت بفكر فيه، ف كنت عايز اقوله لك. يعني كنت عايز اقول لك ان من كتر ادبك واخلاقك واحترامك انا كنت عايز اجي اخطبك. حضرتك ليه؟